أربعة، ما هو وقت إخراج الزكاة؟ الزكاة واجبة على الفور عند جمهور الفقهاء متى حال الحول، انتهى العام الهجري أو حان الحصاد، وجب على المسلم إخراج حق الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن التأخير مماطلة، والمماطلة نوع من أنواع الظلم، لأن الفقير والمسكين ومن في حكمهما محتاجون لهذا الحق على الفور. وبيشهد لهذا ما رواه البخاري في صحيح عن عقبة بن الحارث النوفلي رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر. عادة النبي صلى الله عليه وسلم لما بيصلي بيجلس عشان يختم الصلاة، المرة دي لا، سلم صلى الله عليه وسلم فقام مسرعا فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه، ففزع الناس من سرعته، فخرج عليهم فرأى أنهم قد عجبوا من سرعته، فقال: ذكرت شيئا من تبر، اللي هو الذهب أو ما يستخلص منه الذهب، ذكرت شيئا من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته. هذا الحديث يدل على إيه؟ على المصارعة، المبادرة بإخراج الزكاة، كراهة أن يحبس يوم القيامة، يعني على التأخير فيؤخر عن دخول الجنة ويعذب بطول الوقوف في الحساب. وانتوا عارفين يوم القيامة يوم صعب جدا يعني. المبادرة بإخراج الزكاة ومصارعة في فعل الخيرات، وفيها كذلك تخليص للذمة، بنخلص ذمتي من الـ 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 من هذا المال، لأنه ليس حقي، هو حق الله سبحانه وتعالى أو حق الفقراء، وبالتالي ربما يتعرض مالي للتلف ويكون في ذمتي حق للفقراء. يعني عندي مال وبلغ نصاب حال عليه الحول، لم أخرج الزكاة، وبعد أسبوع بعد شهر جاءت جائحة، زلزال، حريق، حرامي ضيع كل مالي، أنا علي زكاة، أنا علي زكاة. فبالتالي بيخلص ذمته في وقتها، وبقاء الصدقة في المال بيكون سبب في إتلافها، بينما إخراج الزكاة سبب في تحصينها. حصنوا أموالكم بالزكاة كما قال صلى الله عليه وسلم. عائشة تقول رضي الله تعالى عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. ما خالطت الصدقة مالا قط إلا أهلكت. جماعة من فقهاء الحنفية قالوا بوجوب الزكاة على التراخي لا على الفور. يعني إيه؟ يعني يجوز أن أطلع جزء النهاردة وجزء بكرة لكن أو الأسبوع الجاي أو الشهر الجاي، لكن قالوا: وإن كان المستحب تعجيلها، لكن رأي الجمهور هو الأفضل على الفور. إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها لا يجوز له تأخيرها. ليه؟ لأنه حق الآدمي يعطى له متى طلبه، ولسان حال الفقير والمسكين بيطلب هذا الحق طلبا عاجلا لشدة احتياجه إليه. وكلكم تعرفون هذا في رمضان لما بيعت رمضان، لأن معظم الناس بيخرجوا زكاة أموالهم في رمضان في هذا المكان الذي نعيش فيه، بتعرفون هذا الكلام من الناس، بالتالي هذا حقهم، وهذا المال كالوديعة التي يجب أن نردها إلى أصحابها عند الطلب، فلا نحرجهم أن يطلبوها، إنما علينا أن نبادر بإخراجها. إن أخر الزكاة وقادر على إخراجها تلف المال، كانت الزكاة دينا في ذمته يؤديها متى أصبح عنده يسارا، يعني عنده مال. طب ماذا لو تلف المال قبل مرور الحول؟ لا تجب عليه الزكاة اتفاقا. طب وإن تلف المال بعد مرور الحول وقبل التمكن من إخراج الزكاة لمانع منعه، شيء منعه، مريض، في كومة، محبوس، مسافر، لم يكن أحد من المحتاجين إلى الزكاة حاضرا، هل تسقط عنه الزكاة ولا بتظل في رقبته؟ بناء على هذا القول، لا، بتظل في رقبته، يخرجها، لابد أن يخرجها. طيب الإتلاف معناه الإهلاك طبعا، دي حاجة ثانية، إذا تلف المال قبل الوقت خلاص لا شيء فيها. ما لم يشترط في وجوب الزكاة تمكن من أدائها هم الأئمة الثلاثة، لم يقولوا بسقوط الزكاة، وهذا هو الأرجح، هذا هو الأرجح،
هذا هو الأرجح. لم يقولوا بسقوط الزكاة على من تلف ماله بعد مرور الحول وقبل التمكن من الأداء، بل تظل الزكاة في ذمته، وهذا هو الراجح لقوله صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. ومفهومه وجوب الزكاة بحلول الحول سواء تمكن من إخراجها أو لم يتمكن من إخراجها. طيب زي إيه؟ مثلها في ذلك مثل الصوم، فإنه يجب على الحائض والنفساء والمريض مع عدم القدرة على أدائه من جميعهم، بدليل أنهم مطالبون بقضائه عند التمكن منه. يبقى لابد أن نفهم هذا الأمر.